الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. حلقة جديدة مع قناة دكتور أوجستين، هنتكلم فيها النهاردة عن السلسلة دي، سلسلة الصليب. هي من ضمن الحاجات اللي بتأكد صحة الكلام المقدس. لو حضرتك جديد أول مرة على القناة، رجاء في زرار تحت اسمه سبسكرايب أو اشتراك، رجاء اضغطه وضغط علامة الجرس. لو عجبك الفيديو رجاء مشاركة الفيديو وعمل لايك. رموز المسيحية تشهد لاكتساح الكتاب المقدس. ازاي؟ الصليب بيتعلق على الكنيسة فوق في المنارة. رسم الصليب اللي احنا بنرسمه في الصلوات ده بتشوفوه غالبا في معظم الحلقات اللي انا بقولها، ما كانتش كلها، هي كانت صحة الكتاب المقدس. الرموز المسيحية عامة، تعالي الصلبان زي ما شفتوا، رسم الصلبان في البيوت وفي المقابر وعلى تيجان الملوك كمان، وجود الصليب، ودلوقتي على الأعلام الموجودة في دول مسيحية صريحة، على سبيل المثال إنجلترا والسويد. وكمان وجدوا صليب مرسوم على جدران ودهيز الجدايز اللي هي الكاتاكوم، موجودة تحت الأرض في روما من القرن الأول الميلادي. وكذلك أيقونات الكنائس وصور وبيوت في البيوت، ما يؤكد على صحة شخصيات الكتاب المقدس. طبعا تجمع الأدلة دي ممكن يكون الدليل ده، يعني حد اخترع رمز زي باقي الأديان وهم مش وراه، لكن تجمع كل الأدلة والبراهين الموجودة في قائمة التشغيل اللي عندكم، اللي اسمها استحالة تحريف الكتاب المقدس، أو في قائمة المسيحية على نفس قناتنا، لا يمكن. تجمع جبار لأدلة جبارة لا يمكن إنكارها، ويمكن إنكارها ده اللي بيفكر في إنكارها ده هو واحد راكبه الشيطان، عايز يدمر خلاص وأبديته، عايز يخليه يهلك، يعني يهلك ويرفض المسيح حتى الآخر. الله هو عايز يرفضه، اللي عايز يرفض الله مش هيبقى ليه مكان في الملكوت السماوي. رجاء محبة، قوم فكر، شغل دماغك، اقرا كتابك المقدس، معندكش كتاب مقدس افتحه على النت وشوف واقرا واعرف استفيد، الحق الفرصة. لو عجبك الفيديو رجاء مشاركة الفيديو وعمل لايك. شكرا جزيلا، الرب يبارككم.